الإنسان ما يتهاون بالشرك ويقول هذا شرك أصغر. ما هو مثل ما هي أمثلة الشرك الأصغر؟ مثل الحلف بغير الله. الحلف بغير الله كان يحلف بالنبي، يحلف بفلان، يحلف بالأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس حكم العادات والتقاليد، فيجب التوبة منه والحذر منه، ألا يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل. إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك من أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء. يسير الرياء كأن يصلي الإنسان ويحب أن الناس يمدحونه، أو يتصدق ويحب أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، يعمل الأعمال الصالحة ويحب أن الناس يثنون عليه، هذا رياء، هذا يحبط العمل الذي يقع فيه. إذا عمل عملا فيه رياء فإنه يبطل ولا ثواب له فيه، لكن ما يبطل الأعمال الأخرى مثل الشرك الأكبر، وإنما يبطل العمل الذي وقع فيه. فالذي يرائي بأعماله هذا قد أشرك بالله عز وجل في هذا العمل، ولكنه شرك أصغر يبطل عمله ولا ثواب له فيه. وإذا كثر وصار عادة له في جميع الأعمال انتقل إلى الشرك الأكبر، كرياء المنافقين. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يراؤون الناس، كل أعمالهم رياء، لا يقصدون بها وجه الله، وإنما يريدون من الناس الثناء عليهم والتستر بالإسلام، وقلوبهم كافرة. هذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو الرياء الأكبر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فالرياء على قسمين: القسم الأول شرك أكبر، وهو رياء المنافقين الذين ليس في قلوبهم إيمان أصلا. النوع الثاني رياء المؤمنين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد، ولكن يزين لهم الشيطان حب الثناء، حب المدح، حب السمعة، فهذا لا يخرجهم من الملة، لكنه يحرمهم من ثواب أعمالهم التي وقع فيها الرياء. فعلى الإنسان أن يخاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. يقوم الإنسان ويصلي من أجل نظر رجل إليه، يقوم الإنسان فيصلي ويحسن صلاته من أجل نظر الرجل إليه، هذا خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته، فكيف بغيرهم؟ هذا خطير أيضا لا يتساهل به. ومن الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، كان يقول: لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، ما صار كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا شرك في اللفظ. وإن كان يعتقده بقلبه صار شرك أكبر، لكن إذا لم يقصده وإنما جرى على لسانه هذا شرك أصغر. والواجب أن يقول: لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فلا يجوز أنك تجمع بين المخلوق والخالق في أمر من الأمور بالواو، ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، بل تقول تأتي بثم، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، لأن ثم للترتيب، ثم للترتيب والتعقيب، أما الواو فهي للجمع، لمطلق الجمع، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فلذلك لا تأتي بالواو.
وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال هو قول الرجل لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. إسناد الأمور إلى غير الله هذا شرك أصغر، والواجب أن تحذر من هذا.